متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. تناولنا في ثلاثة أجزاء سابقة من سلسلة صفقات تمت رسميا صيف 2018 أبرز 30 لاعبا تم إعلان انتقالهم لأندية جديدة، ومن أبرزهم ناين جولان إلى إنتر ميلان وكريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وأليسون بيكر إلى ليفربول. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم الجزء الرابع من هذه السلسلة، بحيث سأعرض أبرز 10 صفقات جديدة تمت رسميا هذا الصيف، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في قناة ميد سبورت وضغط زر الإعجاب لتشجيعنا. ريتشارليسون. في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، أعلن مسؤول إيفرتون عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع النجم البرازيلي قادما من واتفورد مقابل 50 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد لخمس سنوات. وجاء تعاقد إيفرتون مع صاحب 21 عام لتعزيز خط هجوم الفريق بناء على طلب مدرب الفريق الجديد ماركو سيلفا، الذي سبق وأن أشرف على تدريب اللاعب خلال فترة تواجدهما معا في واتفورد الموسم الماضي. ومن جانبه أبدى الجناح الشاب سعادته بالتوقيع لإيفرتون قائلا: أريد أن أحقق نجاحات كبيرة هنا، وأعتقد أنه شيء هام بالنسبة لي أن ألعب تحت قيادة سيلفا مجددا. وأضاف مسؤول إيفرتون: وضعوا ثقتهم في، وهدفي أن أساهم في رفعة هذا القميص الذي أرتديه. جيلسون مارتينيز. استمرار المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد كان مشروطا بجلب كل ما يحتاجه الفريق من تعزيزات على مستوى اللاعبين. فبعد التعاقد مع توماس ليمار وأنطونيو أدان ورودري، أعلن النادي الإسباني ضمه للجناح البرتغالي الشاب في صفقة انتقال حرة قادما من سبورتينغ لشبونة بعقد يمتد حتى يونيو 2023. وأشاد الموقع الرسمي للروخي بلانكوس بصاحب 23 عام مؤكدا أنه قادر على اللعب كجناح ورأس حرب ثاني، إضافة إلى قدرته على التمركز كظهير أيمن، وهو ما يفسر اهتمام سيميوني بالتعاقد معه. فمارتينيز يعتبر أحد أهم المواهب في الكرة البرتغالية حاليا، كما شارك خلال ثلاث مواسم مع سبورتينغ لشبونة في 125 مباراة سجل فيها 25 هدفا، بالإضافة إلى 30 تمريرة حاسمة، وظهر بقميص المنتخب البرتغالي في 19 مباراة دولية. أندري آيو. بعد أن قضى 7 أشهر فقط في فترته الثانية مع سوانزي سيتي، قرر النجم الغاني الانضمام لصفوف فنربخشة التركي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وذلك بعد هبوط الفريق الإنجليزي لدور الدرجة الأولى نهاية الموسم المنصرم. وكان صاحب 28 عام قد انضم لسوانزي سيتي في 2015 قادما من مارسيليا، وفي الموسم التالي انتقل إلى ويست هام قبل العودة مرة أخرى إلى سوانزي في يناير الماضي. في المقابل ذكرت صحيفة ميرور أن الغاني كان يمتلك عروضا من أندية إنجليزية، إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة خارج أجواء البريمير ليج في محاولة لاستعادة بوصلة تألقه من جديد بعدما عانى خلال الفترة الماضية من هبوط مستواه بشكل ملحوظ. روبن أولسون. تألق الحارس السويدي مع منتخب بلاده في تصفيات ونهائيات كأس العالم الأخيرة، وكان العامل الحاسم في اختياره من قبل مسؤولي روما لخلافة البرازيلي أليسون بيكر، المنتقل حديثا إلى ليفربول كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، حيث أعلن النادي الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع صاحب 28 عام قادما من كوبنهاجن الدنماركي لمدة 5 سنوات حتى صيف 2023 مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات. وإذا باع روما الحارس مستقبلا فسيحق للفريق الدنماركي الحصول على 10% من سعر الصفقة. وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الذئاب في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا قائلا: لا أستطيع أبدا الانتظار حتى أبدأ عملي مع الفريق، أود العمل بشكل سريع وخوض المباريات لإسعاد الجماهير. جواو موتينهو. وصل نادي وولفرهامبتون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف مدربه البرتغالي نونو سانتو، بالتعاقد رسميا مع صاحب 31 عام قادما من موناكو لمدة عامين مقابل 5 مليون جنيه استرليني، ليصبح موتينهو رابع انتداب برتغالي في الميركاتو الصيفي بعد الحارس روي باتريسيو والجناح دييغو جوتا والمدافع روبن فينغري
وسيخوض لاعب الوسط أول تجربة له في البريمير ليج بعد حمل ألوان كل من سبورتينغ لشبونة وبورتو، بالإضافة إلى موناكو الذي لعب له على مدار 5 مواسم. ويمتلك موطينو خبرة دولية كبيرة، وكان من ضمن تشكيلة البرتغال الفائزة بيورو 2016، كما خاض 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في روسيا. ألكسندر غولوفين. تألق لاعب الوسط الروسي مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، وبروزه بشكل لافت جعله هدفا رئيسيا لعديد الأندية الأوروبية مثل تشيلسي ويوفنتوس وبرشلونة، لكنه فاجأ الجميع بانتقاله لموناكو بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادما من سيسكا موسكو دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة. لكن بعض التقارير كشفت أن انتقال صاحب 22 عام كلف النادي الفرنسي 35 مليون يورو ليصبح بذلك أغلى لاعب روسي على الإطلاق. في المقابل اختار غولوفين ارتداء القميص رقم 17 قبل أن يتم تقديمه بشكل مميز للغاية من خلال وقوفه على صخرة في أعلى جبال الإمارة الفرنسية، وقال في أولى تصريحاته: هذه مغامرة كبيرة بالنسبة لي، أتطلع بشدة للعمل مع زملائي الجدد من أجل تحقيق طموحات جماهير موناكو. بيبي رينا. مسيرة الحارس الإسباني الكروية لم تكن ينقصها سوى التواجد مع ناد بحجم وعراقة ميلان الإيطالي، الذي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع صاحب 35 عام قادما من نابولي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد ل3 سنوات، بعد مفاوضات لم تسر على النحو الأمثل بين الجانبين لتجديد عقد اللاعب. وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان اختار التوقيع مع رينا تجنبا لرحيل مفاجئ لحارسه جيان لويجي دوناروما، لكنه سيكون بديلا في حال واصل الحارس الشاب مشواره في ملعب سان سيرو. يذكر أن رينا كان ضمن قائمة المنتخب الإسباني في مونديال روسيا 2018، لكنه لم يشارك في أي دقيقة بسبب تواجد ديفيد ديخيا في مركز الحارس الأساسي. لوكاس ديني. يبدو أن ظهير الفرنسي سئم التواجد على دكة احتياط برشلونة بعدما لعب دور البديل الإسباني جوردي ألبا على مدار 2 موسم ليقرر مؤخرا الانتقال بشكل رسمي إلى إيفرتون مقابل 18 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد حتى يونيو 2023. وعلق صاحب 25 عام على انتقاله إلى النادي الإنجليزي قائلا: إيفرتون نادي كبير ولديه تاريخ رائع، أريد أن أشارك في المباريات والفوز بها وأقدم لجماهير قيمة فنية كبيرة باللقاءات. وأضاف: لست خائفا ومتحمس كثيرا للتحدي الجديد واكتشاف بلد جديد، دوري جديد، جماهير أخرى ونادي مميز، وهذا أمر رائع بالنسبة لي. يذكر أن ديني شارك مع برشلونة خلال 2 موسم في 46 مباراة سجل خلالها 2 وصنع 3. مالكوم دي أوليفيرا. فشل برشلونة في التعاقد مع البرازيلي ويليان من تشيلسي بسبب مغالاة النادي اللندني في سعر اللاعب، دفع مسيرين نادي الكتالوني للتوجه نحو ضم مواطنه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لروما، بل أن النادي الإيطالي أعلن أن إتمام الصفقة على حسابه الرسمي بتويتر قبل فشلها في اللحظات الأخيرة نظرا لتلقي نادي بوردو الفرنسية عرضا رسميا أفضل من البارسا لضم مالكوم الذي لم يتردد في الموافقة على ارتداء قميص البلاوغرانا. انتقال صاحب 21 عام كلف خزائن برشلونة 41 مليون يورو بالإضافة إلى 1 مليون يورو كمتغيرات ليرتبط مع اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2023. ويعد الشاب البرازيلي الأعسر هو 3 الصفقات الرسمية للبارسا هذا الصيف بعد التعاقد مع المدافع الفرنسي كيلمنت ليغليت ولاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو. ليوناردو بونوتشي وغوانزالو هيغواين وماتيا كالدارا. في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في سوق الانتقالات الحالية، تم الاتفاق رسميا بين يوفنتوس وميلان على إجراء صفقة ثلاثية بعودة بونوتشي مرة أخرى إلى البيانكونيري مقابل رحيل المدافع الإيطالي كالدارا إلى ميلان، بالإضافة إلى ضم الروسونيري لغونزالو هيغواين على سبيل الإعارة لمدة 1 موسم مقابل 18 مليون يورو مع إلزامية الشراء في الموسم التالي مقابل 36 مليون يورو. وسيحصل المهاجم الأرجنتيني على راتب 9.5 مليون يورو في موسمه الأول بواقع 8.5 مليون من ميلان و1 مليون من يوفنتوس، ثم الموسم التالي يرتفع راتبه ل10 مليون يورو يدفعها ميلان، بينما خفض بونوتشي راتبه من 7 مليون يورو
إلى 5.5 مليون يورو، أما كالدارا فسيحصل على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد. في المقابل أشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن بونوتشي اعتذر لمدربه أليغري عبر مكالمة هاتفية على رحيله عن الفريق في الموسم الماضي، وينوي تقديم اعتذار رسمي لجماهير السيد العجوز بسبب مبالغته في الاحتفالات عندما سجل هدفا لميلان في كلاسيكو إيطاليا الذي جمع الفريقين في إبريل الماضي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.